هنلتقي النهارده مع الفنان العالمي وشيخ الفنانين التشكيليين المصريين الدكتور محمد طه حسين. مساء الخير يا دكتور طه. اهلا بحضرتك وشكرا يعني للتشريف. دكتور طه، بتلامذتك بيقولوا عليك طه حسين، وده ظهر النهارده في المعرض بتاع حضرتك. الالوان والتشكيلات والحركه والحياه اللي موجوده في اللوحات، وده احدث معرض لحضرتك وعنوانه نبضات. كنت عايزاك تكلمني عن معرض النهارده. هي طه حسين طلعت من تلامذه بتوع الحقيقه في مستشفى الدقيق من فتره زمنيه طويله، من يعني نشاطي يعني مش مقرون بس بالفن، مقرون بالتعليم ومقرون برحلات ومقرون بندوات ومحاضرات كتابات الى اخره، فاطلقوا الاسم وانا حبيته الحقيقه. فالطاقه دي ربنا مديها لنا والحمد لله انا صبرت بنهايه احداث كمان كانت في مصر. الصحابه بقى انتاج المعرض. طيب برضه تكلمني بتفصيل اكتر عن المعرض ده، هو بعنوان نبضات. فانا عايز اعرف برضه يعني ايه الرساله اللي انت عايز توصلها عن طريق المعرض؟ هقول لحضرتك حاجه، هو هذا المعرض نبضات ده فعلا كان نبضات. يعني انا فعلا يعني كل لوحه عندي ليها نبض خاص بيها، وكل لمسه من اللمسات اللي موجوده حضرتك شايفها كانت عبارة عن نبض فعلا حقيقي عندي. مقصود نبض القلب يعني. نبض القلب. أفرزته الأحداث الأخيرة المؤسفة جدا واللي صاحبها أحداث رائعة كرد فعل للأحداث اللي عندي. فأنا ساكن في ميدان كوبري الجلاء في ممر للدقي، ممر الجيزة، ممر القاهرة، وكان بيفوت تحت الشباك بتاعي كل الاحداث اللي ظهرت من 2011 حتى يعني الانتخابات الحاليه. فكل الاحداث كانت موجوده ولها نبضها ولها عندي انا حسها السيء، واقول لك حاجه، دي اثرت عندي على صحتي فعلا، مش عباره عن نبضات، لا تأثرت عندي في الفترة الزمنية اللي فاتت. فكانت النتيجة إن أنا فعلا اعتكفت في المرسم عندي في البيت، يعني البيت حولته إلى مرسم واعتكفت، وده نتاج للاعتكاف الأخير. كان في معرض قبل كده كان أبيض وأسود، كان بيعبر عن حالة ثانية غير هذه الحالة، لأن أنا بعتبر الفنان إذا ما كانش نبضه مع نبض المجتمع ونبض الحالة ونبض الحياه اللي هو يعني شايفها، ما يبقاش في عنده اي نوع من التعبير، هيطلع الاعمال بارده جدا لا تعبر عنه ولا تعبر عن مجتمعه. فالنبضات دي حقيقيه من خلال هذه الاحداث. فالاحداث كانت يعني المعرض من 2013 ل 2015 بكل ما ظهر فيها. المعرض يعني هو تجريدي. احنا هنتكلم يمكن عن التفصيله دهيت والمدارس الكتيره اللي حضرتك مريت بيها خلال مشوارك الفني، بس كمان مشوارك الفني اللي هو يعتبر اكثر من 60 سنه مر بمراحل مختلفه جدا. يعني اشتغلت في الخزف واشتغلت في النحت واشتغلت في الجرافيك واشتغلت كمان في الطباعه، فن الطباعه. انا عايزه اعرف من حضرتك لو قدرنا مجازا يعني ان احنا نقول ملامح مشوار طه حسين الفني، تقدر تقول ايه في الموضوع ده؟ يعني البدايه عندي كانت في حي جماليه في الازهر، والازهر معروف بالقيمه الروحيه بتاعته والقيمه العلميه والقيمه الثقافيه. فكان هذا المكان والجماليه وحي الجماليه والاحياء المحيطه به كلها كانت بتوحي به تراث عريق جدا بمصر. هذا الى جانب
احتكاكي بكثير من الزملاء والفنانين الكبار اللي كانوا فعلا يعني عايشين في هذه المنطقه. يعني المنطقه دي انا جابت نجيب محفوظ. كنت بتركب مع نجيب محفوظ الترام؟ لا انا ما لا الحقيقه المعلومه دي. لكن امين العالم. امين العالم كان بجواري وكان سجيني في الناحيه الثانيه باب الشعريه وصلاح طاهر واسماء كبيره كانت موجوده في هذا المكان. فكان الحي جنبه ايضا بالتراث المصري الاصيل. الجو العام ده كله عمل مني نوع من انواع يعني خلق فيا وجوايا حاجات كثيره جدا، اهتمامي بالمكان، اهتمامي بالناس، واولا وحاجه ثانيه يعني ما فيش حي يعني كان ينبض اجتماعيا زي هذا الحي. فاللي انتجه من بشر هو نتاج فعلا حقيقي لافراد يعني قلبهم على المكان وقلبهم على بعض. ده كان الحوار بتاعي مع الاخرين في حي الازهر وحي الجماليه. حي الازهر ايضا كان ليا فيه مرسم في وكاله الغوري في فتره زمنيه في الستينات. وكان هذا المرسم بيضم حامد ندى وصلاح طاهر وبيضم مجموعه من الاسماء الكبيره ايضا. وكان في لقاءات مستمره في داخل وكاله الغوري. طبعا كنت بقول دلوقتي يعني للاسف هل كنت يعني تبع جماعه فنيه معينه مثلا جماعه الفتساء او المحور او اتليه القاهره؟ لا عمرك ما انضميت لاي جماعه؟ ما انضمتش لاي جماعه من هذه الجماعه الحقيقه، لان ما كانش عندي الرغبه في ان انا ابقى يعني تابع لحد. فما كانش عندي ابدا الرغبه دي. ليك مدرستك الخاصه. فده انا يعني ده تولدت جوايا هذه الرغبه. فحي الازهر بس من الملامح المهمه كمان في حياه حسين هو تصالح بالغرب، وان هو تاثر واثر في الغرب كمان. انا علاقتي بالغرب من بدايه البعثه. لكن قبل كده انا يعني اجيب بشكل كبير جدا لاساتذتي اللي علموني في كليه الفنون التطبيقيه، واللي ما كانش لهم تاثير مباشر عندي لكن كان في احتكاك بيهم. يعني انا كان كليه الفنون التطبيقيه كانت ذاخره وكليه فنون جميله كانت ذاخره باسماء. كانت ساعتها كمان اسمها الكليه الملكيه للفنون التطبيقيه. الكليه الملكيه دي كليه الفنون التطبيقيه هي قعدت سنه واحده، وانا حصلت على الدبلوم كليه الملكيه للفنون التطبيقيه حتى الملك توقيع عندي في الشهاده بتاعتي. الفنون التطبيقيه بتتمس على الاستاذ سعيد الصدر، وتتمس على انطون حجار، وتتمس على منصور فرج، اسماء وعبد الفهيم، اسماء كبيره. وكان في الوقت نفسه في صداقات بيني وبين اسماء كبيره ثانيه في كليه الفنون الجميله زي رغب عياد وزي يوسف كامل وزي احمد صبري. دول كلهم يعني كان دايما في علاقه ما بيني وما بين الاساتذه الكبار، وكان دايما في زيارات ليا فيهم. فانا يعني من خلال هذا يعني احتكاكي كبير مع اساتذه كبار انا تعلمت. انا هقول لحضرتك حاجه لا يمكن تحدث النهارده في مصر. الاستاذ سعيد الصدر فكرتني حضرتك بيها. الاستاذ سعيد الصدر كان استاذ في كليه الفنون التطبيقيه في قسم الخزف. لما لا تتخيلي مثلا الاستاذ سعيد الصدر لما كان هذا الاستاذ الكبير يقابلني في متحف الفن متحف الاسلامي ويطوف بيا على الفتيلين، وفتيله فتيله ارسمها طبق الاصل، وبعدين بايده هو انا عندي هذا الالبوم وبايده هو شخصيا يقعد يوصف القطعه الخزفيه بالقلم بتاعه ويصحح والى اخره. انا عندي هذا الالبوم شهاده كبيره جدا ليا مع الاستاذيه في انا في يعني في
فترة المال اللي فاتت يعني. بس كانت فترة، بس كانت فترة مهمة جدا، فترة انك انت عشت بره مصر في اوروبا، واتأثرت برضه إلى حد ما بالمدارس الأوروبية في فن التشكيل. أنا سافرت بعثة اللي هي بعثة الدكتوراه. بس الدكتوراه كانت الأول كانت ماجستير وتحولت إلى دكتوراه، وكانت لأمريكا عن طريق، لأن أنا خريج المعهد للتربية الفنية أيضا، وكانت الناس التربية الفنية، لكن أنا حولتها لفنون تطبيقية. وسافرت ألمانيا لأن ما حبيتش أروح أمريكا، وقالوا لي بتعمل إيه في أمريكا؟ ما في كذا واحد منهم. وفعلا لما سافرت ألمانيا كان عندي حق وعندي زمايلي حق إنهم يعني يوجهوني هذا التوجيه. فسافرت ألمانيا سنة نهاية 57، ودرست في أكاديمية ديسلدورف للفن، ودرست بعد ما خلصت دبلوم الأكاديمية أستاذي في تاريخ الفن سافر شخصيا لمدينة كولن، وعرفنا دي أستاذ ورئيس قسم تاريخ الفن إنه كنت عملت بحث ممتاز جدا في الأكاديمية. الإسلامي على الفن الغربي المعاصر. تمام. فأنا عايز أسأل حضرتك يعني إلى أي مدى أو إيه ملامح التأثير اللي حصل على الفن الغربي؟ الدكتوراه بتاعتي بقول لحضرتك أستاذ تاريخ الفن في ديسلدورف، سافر شخصيا إلى جامعة كولن، واتقابل مع زميلي من غير ما أعرفه، ولقيته واخد البحث بتاعي في تاريخ الفن عن المنسوجات الاسلاميه والذهاب، فاعترض بيها كبدايه لتاريخ الدكتوراه. وبدات في رساله الدكتوراه كان تاثير الفن الاسلامي على الفن الغربي في فتره ما بين القرن ال 13 وال 15 اللي هي فتره مزدهره لعصر المماليك، وده اثرت في اوروبا كتير قوي. أنا تعلمت من خلال هذه الرحلة في الدكتوراه. إزاي أثرت برضه يعني حضرتك وضح لنا النقطة دي، يعني إزاي الفن أول اللمبة عمالة تقفل وتفتح بقى